بسم الله، الحمد لله، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، درسه سؤال الشيخ وحكوسة بسيسين هي مجالس الذكر والعلم أما فرديضا إلهي لغو حصة سبحانه وتعالى لغو وينيه لغو برتو دين تعالى سبحانه وتعالى فهي نوغ نقفك بن آدم كهي سيدا الله وأبو رين ويهي إنسان كو اجتماعي أما صوشيال بدبل شن مدى شعلية ودى الشركة يينو مالي ما ضو نعب عزل لدى أما كلين مدى إنو كلين نولا ضو نولوش يساي وحشة كدر يمت لكن وحكى لقدسين فردية دي مجالس لبن آدم السوي ما ضو مجالس غاركود ومجالس للذكر والتعليم وفردي إلهي لو حصيه لغو عبادي سنيو دين لغو برانيو مجالس تقاركونا ومجالس اللهو واللغو واللعب ومجالس عياري وقت اللومني انترتينمنت وحيكو شاقان لغو وضع مجالس تقاركونا ومجالس المنكر والغيبة والنميمة وقبا فردي خدريرا وإن ليس عن طائعين دتك ليس خدرائيو حمه أما وحيدين تنهديدي الله الرابعين لك الشقايا إذا وحور دمي هو مجلس مدوالبة لكن مدبا وحلق لتغيوك حرين يحي كي يوحى الله سبحانه وتعالى ينفري إني نكي الله مثلا مجالس تاسي دين حمد الله وحيو أما حنها هاتو أما النميم نما يدد لس قدري هاتو أما وحكلو الدين تديده هاتو بوابها عين كاسي إلهي وحلي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إلهي وحلي سبحانه وتعالى ما لها آياتك يقال غلهم بنيه أما دين توحلق غشيغيه أما إلهي لغو عاصنيه وها الله فريسن نم بيلا هيل فردي هذا هك قيب جليل إن أي ورك الآخر نيان مو يعني هديبا مرر كقار قط شيدان كويلة وسيو فردي عين كاسيات كقيب قشو مركز حسوستك كعبة ليدا هك قيب جليل أي ده كلنا وك إلهي كت المامي إنكم إذن مثلهم فردي قاه ده تسي فردي ده كم ده هاتو كوي وحم وذي بدل حكم طاي فوي وحكم وذي بعض الحكم طاي نبغون عليه الصلاة والسلام حديث كإمام الترمذي ورين أيه شيخ الباني نصحي قلت الماما أيه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم تدقوا قوم مفرستان وابقى سواني إلهي نكو حسين النبي نكو صليين عليه الصلاة والسلام هذا يتاسي دعضه آخر بربك النغضة أما خسارة ترى خسارك النغضة إلهي هدو الدون فردقة وكو عذابة ويحيكا كسبدين هدو الدون نوود بدافة إذن فردية دو ترب بدنيين نادية ضدك التقان نادية قم مساجد با ما مقاحبا ما قرانك كبدا لغو عياري رواية داية كونسيرتس لغو ديگا ناديقات كا قيب كشاواكي وفردي كدير ركا وايو وحلوغي قفك بن آدم كي كلي إنا نوچوغي كرين كلي دونا دي وقابوك بن آدم كاللو عقابو حبسي يدانتك تغمرك لغو حلو سل أما حبسي انفرادية كده حبسي سيسيا وحبسك عادي ضد بعض أركيسال وغسو دينية
لكن marka ama xabsiga dhibka geysato amaba si politically dawladdu ay rabtay inay ku cadaadiso waxa la sii geeyaa xabsi kale oo cusul ah infiraadiya kaliya sanzanadii hore afar derbi oo aanad qof bini aadam arkaynin in bini aadam arka weyda marka waa ciqaab لكن بني ادمك مركز اركتي ويمانيسا محاد ويمانيسا مربي كا عقابتا هي كرونتا هي مجالس تغاركود هدو مجلس كات فرسان السي هي مدن بي يا مشاكل كتشرا اخر هذا اما ادون كاغا كا انفرادي كا عزلة دابا دابا كا حبس كابا دابا اذا قفك مسلم كا اما دوتك مسلمين تي نادي وين الين ومساجد مساجد بقى ليدي شنطة صلاة دوتكو كل ما مساجد قال ليدي حافظ حي جدتك وددقاني عيد كمد جمعة دا مد قراه السوية ما دو وهل يلي مقالة جدتك وددقاني هدانا عيد دا بنام قراه السوية ما دان ما اللي اسقو برطو أقول اللي اسقو يدرسدو دين اللي اسقو شيغو قفق مسلم كا مجلس كي سمر وقوريا كي ما دو ويما دا ومساجد ده مساجدنا يدلك إلهي وحتى الماما يا حب بقاع الله إلى الله إن اكتسوا نبو شيري يدلك إلهي ماشي اللي وقوش علي أو طاهر سنة وقو نظيف سنة ماشي أو نور كبحه أيت هو كإلهي قرآن كنت الماما يا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال إلهي وحكوت الماما يا افتينك يا هنونك يا وحاسو دمينو يالو وريهاسي واس انا الى هاي فريا ان فر لا يالو او اما دسمها نقطة اما تعمير تكلبها نقطة فالكاس با الى هاي رقي قانا قوحو صنبا يا ربي تلمامي سبحانه وتعالى ايات كلا نوكا الله لي انما يعمر وحا عميره انت بدن عميره دا ملادت قوحن بيواركان بسمها كان عمرا ضلبتا هي وين عبادة هي اعتكاف هي وردي هي ورا نخرس هي علم براشك وعمرتي ساكت دوحة عمرا بالي لكو ألا هي مالة قيام الرميسان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إليه وقت المامية فيه الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين سلوها تلمام مساجد إن الرك شوغان أما الضد جعل إن نفتو ذا طاهر يالا طهارة حسية هي طهارة معنوية با ضد ربا نفتو ذا إلي ذنوب تكم ميدان ويسدو ندن بقوام ميدان إيو وبيسك إيو شرع وفري إن عبادات كالي الله سميني أنا وميدان مساجد داسي وحلي نوت الماما يا صلاة قرينا أنا هنا حتى فرق يسون عبادي سات قدرت قد ما دو فرصته وعبادة وطلقان إن عبادة الاعتكاف انت بدان نو عبادة وهم بيمسك حدين وقعد طيب طبعا كدن بين رمضان وما كان مغشى اعتكاف لقى حد ليه طبعا كدن بين رمضان إلا اعتكاف بينه قادم لكن على المذهب الشافعي ساعد نص ساعة 8 دقيقة على اعتكافي كرا أركا أن مساعدك سوق شبه هداد نييسته معتكف باطاي إلهينا وحلي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سيدا وقيت فرنجيس حتى هدانا ضد له هذا القرآن أخرين أو أحبك لسبينين إن أتفرنجوه هي عبادة ومشى إلهي كنت الماما إنه سوى سوء إضافي مساجد الله للي أما بيوت الله اللي كنت الماما يسوى إلهي دوني دوردان له أنا عيدنا الله شيئا كريني لكن واحد الشيء يكون محال له إضافي وويني دل وينين يا مساجد دا يا شرفي دل شرف يا درادي إلهي نوح قلت الماما كوا مساجد دائن لعمرو الديدة إن الظالمين تقوى وية ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماشي هس عدي دي لغو اعتكاف فاهم الله سوي ما دام عدت كود دي ده ربطينا مساجد وخرابته الى وقت الماما ينيدت قدت قوض المبدنيه نبينا عليه الصلاه والسلام حط الماما حب البلاد الى الله مساجدها خلى نقول كماله تشعليه اني تاي مساجد ما لها الا اكتسل لو قلنا عبيه اني السوق يغطي وهي السوق انت بدل لغو يا صيانه يا غش يا وحكى صعبه لكن مساجدك انت وبدن له وعباده يدق وين الهي كحرين هي اياك صعبه. ايها الاحبه هل ان مركز النادي مسلم هو مساجد ومضى دارك مساجد دي غاي مرنت هاي وامض سيغو اي صنفت كما هي مساجد دي عمرنت هاي وتشوغا وضد المدينة كوب عيان أما دد شرين نقنية ولذلك بقى مساجدكم رسالة روحية ولي وإن إله الحصو ولوينيو ودين تيسا لغبرتو وآخرا لغا حضو ولغا فكرو ولغا ديار قروبو ورب لغا حدنادو رسالة دا ولي رسالة اجتماعية ولي والله تلقى لي بلشدو مالا اسكبرتو وكودا باهان يا كودا نبي هيساتو يا كودا مركا لو يلا قرتين وحنوصر يلا صوب وقنا يو ومال دك بلش اهان لو تلقى لنا يسكو برتان ساسانو هم سيدك النبي عليه الصلاه والسلام رساله تعليميه اولية ومال وحلو برتو ومسلمين علم جنين ماتا نلانو علم مادي علم ديني ما تشريني علم ومساكت كم بلغوني تشري مردو علمي وهي علم واما إلهي مخلوقات كيسي وأفعاش كيسي إينا تبرنا إيه إلهي كلام كيسي وحي كيسي إينا تبرنا إسو الله بضا مدوه الله بضا بنا مساجد كالو قلو إشتري وحر أمك مغشان دوني دين لإلا هو كرسي هبل كرسي هو كرسي دي مساجد اللي بيجي إشتري علماء المسلمين تي وحكو أخري إشتفتو كيين إذا الرسالة دا اجتماعي قابو النادي قاني لي ومساجدكو بنت اللي قالي وحكا مدى انتك مسلمين تي سوية مادان وكل ما وكذا باهن عاويان وكذا بكل غصاب بغضه وكذا يسكن بغي له ورمه وكا نبتع أمانا يجبت للا لوداغه أما لقد عيو مدام وعين كاية هاي سيشكوا مال نادي للرب قفك مسلم كينا نمرنا بك مغناني النبي عليه الصلاة والسلام في صحابة سيو مساعد كفردية أي قولت تمي مريا جه جهان له وأبارك حبار الساعين كان غير مضارة أبي تري النبي قلت مساعد كخل بدية أي حكوت دتك كبوري وروح على سك الصغارش يعني دتك باهان حتى ماشي إيمان ين عهدي النبي قوحها مساجد كاس ولذلك مركان صوك هو نبغى عليه الصلاة والسلام وحين خجر أنكرنا مجلس كيسي وها مساجد كه يمشي وحقو آخرنا يي حديث كي عن كهاي حنظلة الأسيدي حنظلة الأسيدي يبقى ملا له آخرية الأسيدي نقول آخر ده سحابي كاسي وكم إذا هم من كتاب الوحي لما كي وحي يقرأ شري يا مالنا أبي بكر لك كل ما أبي تنو حولي سكور أبي بكر بقول وحولي نافق حنظل حنظل هو منافقون حولي سبحان الله ما تقول تبي تنو حولي ديم حاجرة حنظل هو حقور رمي مجلس كان نبي قايل فرديان تشوغان مركا الفرديان إيه نبغو جنة إيه النار إيه آخرة وحصوصية واحد نودة يقول لي إيه رأي العين تاي إن إيه أركي نوى جنة لفتي دي إيه النار تلفتي دي وعبسي مركا إيه قريبا إيه من أياد لكن ما كانوا مساجد دكتك نبغو لي قريها يجي تقنو عافصنا الأزواج والأولاد والضيعات إيه أنو الدمر كي يجي يا عهورتي إيه الضيعات وحالي لا قفكو حكي شقيهم
ama xoola ha noqotaan ama beer ha noqoto ama xoola ha noqotee iyo dayacaadka iyaga aanu u tagno badan oo wixii ka mida baanu ilownaa buu leeyay. Yani wuxuu leeyay isbeddel baa yimaada quluubta iyadu dareenkay qabtay markay masaajidka fadhiday, ee nebiga la joogtay, iyo markay guriga iyo shaqada iyo meelaha kala joogtay, isbeddel baa dhacaya. Dabeetana Abibakarna wuxuu ku yidhi annaba taa waa dareennaaye, bal inawadii nebiga u tagnay. Nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tegay sidii baa loogu sheegay nafaqa xandala. Xandala wuxuu leeyahay baa layidhi ilaahay rasuulkiisa ee waa munaafaqowne. Munaafaqnimadu tilmaamaya waa isbeddelkaa yar ee ka dhex dhacay markuu gurigiisa joogay iyo markuu masaajidka joogay, difrenskii u dhexeeyey. Wama daaka buu nebigu ku yidhi way u sheegeen. Dabeetana wuxuu ku yidhi sidaa markay la joogtaan tihiin haddaa ku daa'imi lahaydeen malaa'igtaa bay idinku salaami lahayd suuqyada iyo guryihiina iyo wadooyinka malaa'igta idinku salaami lahayd. Taa macnaheedu maxay tilmaamaysaa? Sida dadka qalbigooda iyo ruuxdoodu isu bedesho markay masaajidda joogaan oo aanay isu bedelaynin markuu guryaha la joogo iyo meelaha kale marka la joogo. Saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay saacba saaca, yani saacad kasta masaajidku dadku ma fadhi kareen. Saacba saaca maaha saacad xalaal iyo saacad xaraana maaha, waa saacad walba masaajidka laguma jiri karaye. Shiyada mubaaxa idinana waa la samayn karaya. Majaalista iyo ka qaybgalkooda xawaali 13 faa'iido ay leeyihiin oo nusuusi ku soo aroortay inuu isu tilmaami doono mar 13 shay oo tilmaamaya majaalistaasi mudnaanta ay leeyihiin iyo qofka muslimka inaanu ka maqnaanin. Ka koowaad, waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay ilaahay baa rasuulkiisii ku yidhi majaalistaa fadhiiso, wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati walcashiyi yuriiduuna wajha wla tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunya wla tutic man aqfalna qalbahu can dikrina wاtabaca hawaa wkana amruhu furuطa. Ilaahay wuxuu yidhi waxaad naftaada ku sabirsiisaa inay kooxda ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa iyo baryadiisa ku mashquulsan garin hore iyo garin dambaba inaad majliskaa ka qayb gasho, kuwa fadhigaagu inuu u bato. Haddii ilaahay rasuulkiisii la yidhi fadhigaagu kuwa ha u bato, innaga xagu u badanaya markaa? Waxa uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya dawrka cibaade ee weyn ee uu leeyahay ayuu nebigu wuxuu leeyahay majtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaaba allaahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina waghashiyathum araxma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قري قريا كم إذا ذا السقمي ما دو إلهي قريه سكم إذا إيغو علق التعليم وضع إلهي كتاب كيس الدراسين يو برانيا وحي السماء إيغو برانيا تاسي هداي دا عضب نبي قولي دكتا وحكو سود دقاء السكينة وانت دكو حكا عبانيا maxaa la yidhahdaa degenaashiya la-aan iyo warwar iyo walbahaar iyo anunadan cusub aynu meelaha nagu nimay anesati iyo maxaa la yidhahdaa stress iyo waxa la sheegaye anunaynu dhulka nagu nimay iktiaabka iyo waxa la nooc ah. Waxa uu nebigu tilmaamaya nazalat calayhim asakiina, kuwa xasilooni baa kusoo degaysa. Qofka warwarka iyo walbahaarka iyo balaayinka waa ka degaya, wuu xasilaya. وغشيتهم الرحمة إلهي إن حريستي سنو ويدبولي سهل انت هذا أنت إن إلهي كون حريستو إلهي إن حريستي سنو كدبولي سهل وحفتهم الملائكة ملائكة نو اسكو حيري سابالي نفقه وحالي لم كانت شيء كالات كو ويغارتو ملائكة نو اسكو ويغاري سينا وفرسانيس كور المجلس ملائكة فرده داد فرسطو ملائكة نو بوسكاس مجلس كاوكي غيب قلي سابالي انت waxa dheer wadakarahum allahu fi man cinda bini aadamku xub bulbruus in la sheegsheegu jeceliye iskaga abuurantay inuu yaro jeceliye aqraantiisa ama asxaabtiisa ama cakan uu ka muuqdo ama dadka cala qalil ninkaas waa nin fiican ay kaaso kada. Ilaahay wuxuu leeyahay majlis waxan ka weyn baa lagaa sheegaya, haddaad sheegsheeg rabtana xagga rabbiha lagaa sheegsheego
وذكرهم الله في من عنده إلى هبك الشيخ شيخ سبحانه وتعالى. إذا أيها الأحبة، مجالس علم قال غبرنا أيوه، هل لقى فائدة خاصة المام إلا حد ما دام مساجد الرقو قبض ناين هوين كينا النبي قال أنت ويا مادين الصحابة دي هوين كي صحابيات هيكون إلى هذين غلبنا عليك الرجال إلى رسول كسي ورقب أن وقع حقبة طيب فاجعل لنا يوما من نفسك أنا مالي إنه السماء هذا إحنا برتد تبعتنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مالي بوب الله قاضينا وحبره وكان رقي يدو مربع إذا كمان ما رنته إن لغو حدمه أن لك إلهي ذكر جيسة هي علم قال لغو حيو صدح يتمكى شيء إنه شيء إنه مدوكا كواد وآه إن إلهي رسول كيسي فري إنه بكاسي لفرستو لكو قال لبادو أكار إنه تلمام إنه آه ملايكتو إنه يكوسي ورغسو قوب تاسي قوب ملايكتو كقيم كشيء نيتاهي كصدح حدوى إن حارس كو الذاكرين إلهي حصية أما إلهي برنا يا سبحانه وتعالى يا دين كيسة إن حرست على الدبوليسو كافراد وسكينة عسلوني دا سيني سودغيسو فشان أدوى إن إلهي أكتسي إن كاشي أكشيغي تلي حدوى مجالس الذكر دات كفردية إن إلهي دم بغوضة دافعي كافراد حتى هدانا ذو كوي وقستيه هين إن ماشي كور ديدو وكو صوب بغضي ونعطي إن إلهي كوا هبادات بغضي دي بغاق اللغن نافيو كشان أدوى مباهات الله للذاكري إن إلهي سبحانه وتعالى حب الشيخ شيخ أيو مباهاتك في اللغة وقفان إلهي دي نغفان وغوبة هنال ملايكتو كوان شرفتي دو ده حب لو شيخ يوية كتب نادو حيلة هدان وإن سيئات كود حسنات لو بدلي أقوى بيطمنات وعد مجالس تأسكت تكتين يغنى إلهي كتشي سنية والله بيطمنات وقدك الصالحين تايا لدقن كود يوحلق فايدي على كل حال هذين النصوص تا نصاد وضمنين تا نخريبوا نصوص نبي كسوغن عليه الصلاة والسلام تا وحكم إذا النصوص تا أخريه نبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة ومكورين هي حديثة في الأيام صحيحين كوكو يالا حديث صحيحين كوكو يالا صحيح مسلم كا هي بخاري لبدا بوكو يالا حديث كاسي وحا وتلماما يا إن لله ملائكة سيارة فضلة أو فضلة إلهي سبحانه وتعالى وحلي ملائك صعطه قرنوك مرته ملائكة سوحي الرادسة مجالس الذكر ما لها إلهي الوينين يلغو حصي مركة هلان مجلس إلهي لغو حصي أي سيارة نوحي لادان ورهو كم بين الشغادي كهلي ناك علي لبتنا قوب تاسي فرستان أو اسقوة غارة سيدين وشيغين إلهي نلقى إلا عرقين تورنا حيسابي بوحية مركة أي كالتغان داتكاسي أي ملاك كور قبطة إلهي بويدية سقوقة قوم بضان دتكني وحي سمينيين حقا كتماد وإذا إن جئنا من عند عبادك في الأرض يصبحون هانو كان ما أدو مهاجي وإلهي يقول تصبح سنية وحمكاه فيا وكوينين يا وكوحيد يك كليغا لا إله إلا الله ظل وكو أمان يقوم هادن خيانو كانني وماذا يسألونني بالويدية محي ويدي سنية وحيد هذا وحيك ويدي سنيا جنة هذا مي أركان بي لهيك ويد هذا جنة هذا ما يبيد هذا فكيف لو رأوا جنتي جنة هذا وحي النعمة يا لها ضي أرك لها ينحي يلي لها ينبالي يعني وصيبة لها ينوي المعنى كتلا وحي كان مغنقلي ينبالي محي مغنقلي ينو النار بي كان مغنقلي هذا أرك لها ينحي سمي لها ينبالي هاي كلاي ربي دم الله بك ويدي سنية إلهي وحي هذا سبحانه وتعالى سو حديث وتلمام غد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا هو الدم يقول وان نافع وحي ويدي سنية نوان سيء وحي إلهي يمغنقلي نوان كمغنقلي
xiyaale ilaahay ilaahu naga magangelina waa ka magangelinaya. Malaa'igta markaa waxay dhaahdaan ilaahay oo mid baa fadhiyey dembiile isagu ah. Riwaayadka qaarkoodna waxay leeyihiin mid xaajo kale dan kale watay baa isagu jooga, waan ahayn qoladii ilaahay xusaysay, isagana waan u dambi dhaafay baa ilaahay dhaahda. Hum lqawmu laa yashqa bihim jaliisuhum, waa duul kala fadhiistana aanu hoogin baa ilaahay yihi subxaana watacaala. Bimujarad inuu meesha ilaahay lagu xusayo ka qayb galay oo dadka saalixiinta uu la fadhiistay ayaa ilaahay subxaana watacaala dembigiis ku dhaafaa. xadiidka kale uu warinayo abi saciid alkhudri mucaawiya, waa laba saxaaba kale warinaya, mucaawiya wuxuu arkay masaajidka xalqad fadhida, wuxuu warinayaa xadiidku inuu nebigu arkay xalqada caynka, dabeetana mucaawiyana sidiisi leeg buu samaynaya. sidani maxay tahay, niman xalqad fadhiyo masaajidka gudihiisa buu yimi, markaasuu yidhi allahuma ajlas, maxay idin fadhiisiye meesha baa layidhi, asina in jalasna nadkuru llah, waxaanu fadhiisanay annagoo rabna inaanu ilaahay subxaana watacaala xusno. mucaawiya wuu dhaariyay, wuxuu yidhi ilaah baan idinku dhaariyay, ma inta unba u fadhiisateen, tiinun bay idinka ahayd fadhiga kani. qaalu wallahi maa ajlasna ila daak, in mooyaane wax kale nama fadhiisinin. wuxuu ku yidhi tuhma aan idinka qabo idinma dhaarinin, waxaanan idin sheegayaa nebi maxamed cidina iigama dhoweyn, laakiin haddana xaadiis badan inuguma wariye buu leeyay. mucaawiya kutaab alwaxyina wuu ka mid ahaa walaashiina dee nebigaa qabay umu xabiiba. saasi daraaddeed buu mucaawiya wuxuu leeyahay dadkii nebiga ugu dhowaa baan ahay, haddana axaadiis badan ma sheega buu yidhi, laakiin idinka waan idiin sheegayaa weyaan, xadiis baan idiin sheegayaa. wuxuu yidhi nebiga guriga ka soo baxay, dabeetana masaajidku u yimi, qolo fadhidu u yimi, intaanaan idin weydiiyo kaluu weydiiyey, sidaa ku jawaabteen oo kale ku jawaabeen. dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi amaa annii lama astaxlifkum tuhmatan lakum walakinahu ataanii jibriilun faakhbaranii ana allaha caza wajalla yubaahi bikum almalaa'ika. nebiga wuxuu yidhi wax kale idinmaan dhaarinay, jibriil baa hadda ii yimi, dabeetana wuxuu ii sheegay in ilaahay subxaana watacaala uu idinku ammaanayo malaa'igta dhexdeeda ayaa lay sheegay buu leeyay. saa daraaddeed baan idin weydiinay waxaa qabanayseen, muxuu yahay ammaanta intan leeg alla agtiisa kaga hesheen iyo in malaa'igta dhexdeeda laydinka sheegsheego. xadiis kale oo imaami tirmidi iyo bayhaqiba warinayaan can anis oo sanadkiisa fiihi maqaal, imaam alalbani raxmat ullaahi calayh kutubtiisa hore uu tadciifinaya, kuwiisa dambana uu taxsiininaya. nebigu wuxuu yidhi idaa marartum biriyaad aljanna fartar, haddaa beeraha jannada soo martaan daaqa baa la yidhi. waxay yidhahdeen oo beeraha jannadu ilaahay rasuulkiisii waa maxay, nebigu wuxuu yidhi waa xilaqu dhikr, waa meelaha ilaahay lagu xusayo. yani meel ilaahay lagu xusayo haddaad aragto ha dhaafin. waxa kale oo imaam albayhaqi saxaabiga kale la yidhahda cabdillaahi ibnu mugafal uu kasoo aroorinaya xadiistaas, waxayn u qaadanay waa saxaabo kala gedisan baa wada aroorinaysa, mid abu hurayra aroorinaya, mid anas baa aroorinaya, mid cabdillaahi ibn lmugafal baa soo arooriyay, mid abi saciid alkhudri. xadiistan kanna wuxuu nebigu leeyahay maa min qowmin ijtamacuu yadkuruuna allah, ma jiro duul kulmay iyagoo ilaahay xusaya ilaa naadaahum munaadin min assamaa, ilaahay samadaa mid yeedha uga yeedha oo maxaa lagu yidhaahdaa quumuu maqfuuran lakum, kaakaca idinkoo dembigiina la dhaafay. qad buddilat sayi'aatikum xasanaat, xadiiskani markaa kuwii hore intan buu dheeriyay. imaam albayhaqa soo saaray, sheekh alalbanina oo saxiix buu ku tilmaamaya qad buddilat sayi'aatikum xasanaat, dembi dhaaf qura ma ahay, dembigiinina waa la dhaafay, sayi'aadkiinina xasanaat baa laydinku bedelay ayaa lagu yiri. ayuha alaxiba, xadiista waxaynu akhrinaa inaynu tilmaamno qofka muslimka ahi inaanu ka maarmin majaalista inuu fadhiyo oo weliba fadhigooda badsado oo mar kasta uu iman karayo u imaado. walidalik baa xadiid uu warinaya abiwaaqid alleythi saxaabigii la odhan jiray, wuxuu ka waramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidka fadhiya,
او ضد المسلمين تا وحوش يغيه هي صدح ان المساجد كصوغش صدح دين ان المساجد كصوغلي ملي حلقه دي بو بوس كاكتو و غلو و فرشت مدنا بوس بو هرو و ايو انتو حشودو حقا دنبه و فرشت مدنا و اسكتكي مو سوغلين وصدح نين ومد بفعل سمين ميدي صفوفتي هو بوكا قايب غالي حلقات داينو كاميدا هادو ميدينا واحش عضو ودبدو دو فرشتين لكن حلقات دي واجوغا ميدينا واسكتكي نبي قبر كوركي سيد لما يبو حكويري صحابة دي ألا أخبركم على النفر الثلاث حديث الإمام مسلم ورنه صدح دين أركو دا ميدين كوار ربع هابا الليل أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله بنبي كتلما ميدي إلهي حق سوء الظلم يا ما هو يدي تبي ترى إلهي هو سوداوي وكي خلق ده فلسطين ما في عنا هذا حلقة تماضو إن أدمير عند ناس كفلسطين ما دتك متبين تو مال فلسطين لك لا تري إن اسمه سوداوي هذا ما في عنا تبي ترى وحنا بقول كل بعضنا فاستحيا وح الشارع علماء ذو حلام حوك حشارة حلقة ده إنه علريو كحشارة قاب كذو حلام مايا إنه النبي محمد هي حلقة ذات كتك أبو كحشوضة إنه إلهي ذكر جيس الأشياء هي عراق السماء كحشوضة فاستحي الله منه ابن النبي عليه الصلاة والسلام في صد حدو حل دام الآخر فأعرض في كروا كيستي فأعرض الله عنه إلهي لو كيستي ليني حو كيستي لو كيستي عن الذكر ماشي في الدين محال قال كيستي كان ابن عبد البر يعلم ذو وين وحي ليين ثواب كبال قال تشيست يعني هو كتجي واجب ما يهم بي لي وقف هنا كتب عقاب ومطه سادر هذا بحس كوح وفسر هو كتجي سنوى أجر وايدي وحياي نصوش أقرا يوردن ها حق الله لغاشي يا يدمي كاك على دافية يا سيئات كاك كان لغوكو بدلية يا طمأنينة هليسة يا الرحمة كدبوليسة يا ملاي وحياي نشيغي إنه يوردن بدك تشيست سنين تابوا وواي ويا مركه فأعرض الله عنه. أيها الأحبة، حلقاتك أما قوبها أما مجالس تادتك يسوغوا من أيان الدين اللي يسوغوا الشيء إلهي اللي حصي إلهي اللي قصه هذا القاضي رب الهو وينين نبي عليه الصلاة والسلام اللي قصه لنا آخر يا دنو حين منفعك وشير الدين تشاكتي ليس قلت المام نصوص تقاركود وحي قلت المام يسأينو يهي جهاد كلمتي ولذلك حديث إمام الترمذي ورينيو شيخ الألباني حسن قلت الإمام يبقى نبي وحولي إن مقام أحدكم في سبيل الله متكين إلهي جدكي أو وقع أي أفضل من صلاته في بيته 70 عاما أي كفضل بدن برغي سو كتكن يتضوات السنة عموما وقران كرنا في سبيل الله هنا يتهي محي جهاد كي وقاس كوس الرئي لكن علماء ذو حيليين حديث كلاش رويس لا إمام الترمذي ورينيو يعني شيخ الألباني حسن قلت الإمام يو الشيقية إن طلب العلم يقول إنه في سبيل الله كمدي ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن كوضحة يسوغو الدين فادين أيوه إنه علم الدينات بطوضحة كاسي في سبيل الله بكتر حتى يرجع كوحيلين لبدا حديث مكة نسخو قبانو كيوها روح تلمامي وفق في سبيل الله ستة أغين كفض لبدن يهي صلاة اللي قلت كده قريقة تضبات انسان نظوم انت بدن ده سونا كده قريقة اللي قلت كده فرق مساجد اللي قلت كده ثاني نه وحو تلمامي انك علم الرادين اياه انو في سبيل الله بكتره تمعنى ده هو حلقات كعلم قفل قودو وأجرك أنت عليك السنة يا شاك فضل بدن قريقة اللي قلت كذي أما أجرك أنت عليك إيه إنت في سبيل الله تحي أي علماء ذو التلمامية ولذلك العلماء ذو حيدة هذان مجالس تاسية إمات كودو وما يلها أنا مسلمين تايس قصة عن وقفت مكو مجلس كإمات خطأ ما كان دعية إنك الشيخ وحدي غيا مكو خطأ أرقام أرضاد وبرد حدودة والله يسا صحية ولو هذا عندنا هذا ظفر لذا ما هذا الشيء بيلي أو حديث بيسوء أروريا المركب باب كاكو صاحب سنة وتربضا مثلا بحكم إذا
حديثك نبقى عليه الصلاة والسلام سيقول خطبة آخرين يا بخاري مسلم بوريين ونكو سوق على وسكا فارستي تبتنا نبقى عليه الصلاة والسلام كو يولي بع ولا برق عدوتكو يعني إن كان سيب براكتيكال الله براي ماكو بلشد أو يما دو فرد خطبة اللي جيساني سيوحي وصمعي لها أيها الأحبة درسي كانوا حنوت المام إنه حوائيان ضدك هذا مجالس كصاب سيسان علمي يا ذكري يا إلهي وينين تيسا والله فضيت صدق وخدتك انت بضان قرشها او قتشرة هديبة او قرية كب حامش قد كي ما ده انو ميله كن في ساي نقطة مقاحي اما قران عيارات اما ميل شاكالو هيو او لغو لغو خير في القران كوينات المام ايو كف الصالحين تينيين والذين هم عن اللغو معرضون اما يين لا يشهدون الزور ما لها بنت اللغو هي ايو ان انا اتقين حماها اللغو هي ان انا حاضرين لكن هذا واحد نودا مساجد المسلمين تاين يكحوك بنيهين ما لها اللهو يقوبها عيارها يقوبها شيكوينكا كوا قوبها واوين قاعد وانا ما لها فرد قدر الرضا يا انت الله متكا محدا بيقضون انا دقو اجر هيلي كاريلها جرد انا اطفر السطاد اجر كو هيليسا واعتكاف انيشتو ان الدط صالحين يدين الاخرين يسكا اكفر السطو حتى اهداد متسوغي شيء ماشا كاسو قال انت كسو بحي اتكون لحسوغي شيء ايا اللي يلوا دي انا الدم بقاك القول افيا ولذلك مرة بين ندرس كسيبا ديو لكن واحد ربعين تلماما أن بطل مكي هرو ودنة تنيمي أن مجتمعات كان يميله دحو وقونين ساكد أد بيواق دواي يميل الغعب هذه السنة يور لغيسيس مركيس مدلة شوقي إلا ملمي واحد مدين تالغ سيدوركي oo qofka ugu ladana waa ka yidhaahda online baa wax ka yara dhigaystaa waxa ka roon halkan baa ajarada intaa leeg laga helaya oo cibaadada intaa leeg ay ku jirtaa oo diintu ay ku jirtaa oo bulshadu aad ku nafisaysaa xataa psychological halkan baa degaysaa oo qofka bini'aadamkii naftiisa xataa inuu sheegto ay yidhaahdaan qoladan psychiatriga wax daweeya جلسات بين قبطان السوريسية وانت بدن دات كان تروما دا يو دباتو ينكو دعان ايد دباتنا مشكلة دو قبصتو ميل بالا فريسية جروب كلا لو كان اي سوار رما لايد هذا ركا كان باع دب قبصتي كا ورما ولا ورير سنة دي حنو كميشي با ولا صوق علي مشكلة كو دعان ايه سيد كالو كبدر انو كان وحيسو شاه لعبي نقون ايسو ايا ورما وعاف ما غابا كاني مركو اركو ان داتكو بكبل ايه بدي عربتا لايه حتى سايكولوجيكالي شيكذا كو شيكيسا تهلكا كان ايا كون لانتا تهد ميشا كالكا شيكيسا وايو تنو حلقيا بينا تكون نفسستو ان ميشا ناين اد اجر كهلي سفرد قاقا اي اعتكاف قاقا ادي سيحتي اي تشوكتين اد كهلي سو مكا درسي وعاو حقوقو بني هاي ان مجالس تا شرق خليس كدائي اما مجالس تا entertainment ka lagu tilmaamay lahwi iyo lacabka ku saabsan qofku iska dhaafo muslimka ahi meelaha khayrka lagu hayo ama diin lagu baranayo ama ilaahay lagu xusayo salaad lagu tukanayo ama quraan lagu akhrisanayo ama lagu cibaadaysanayo 13ka shay aynu xadiista ku wada hayna ajarkoodu laga helayo inaynu ka badsanno sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين.